السلام عليكم. مؤتمر إيفا انطلق وانطلقت وياه الأجهزة بكل اتجاه، و HMD Global منهم. وللي ما يعرف هاي الشركة، فحتى أختصر لك الموضوع، HMD Global هي مالكة اسم وعلامة نوكيا التجارية، و HMD ما قصرت بإيفا وطلقت لنا أبطالها الصناديد، البطل نوكيا 6.2 والبطل نوكيا 7.2. اليوم راح نسولف عن واحد من أفضل الأجهزة بالمرحلة الجاية، خصوصا بالفئة المتوسطة، سعرا ومواصفاتا وجميل جدا، مواصفات عملية وفعالة، وأحكي لكم أفضل مثال على نوكيا اللي نعرفها ونحبها. مرحبا، أنا حسن من قناة تيك تايم، وأهلا بكم بفيديو اليوم. التليفون مصنوع من البوليمر كومبوزايت اللي ينطيك مظهر جميل وبيه لمعة زينة، لكن مو مثل الزجاج، وأيضا أقوى من البوليكربونات البلاستيكي ضعف القوة، وأخف من الألمنيوم للنص وأرخص، ورح يجي بثلاث ألوان: السايان والآيس الثلجي والفحمي تشاركول والأخضر. بالظهر رح نلقى بيت كاميرات دائري بارز شوية بيه ثلاث كاميرات على شكل ترتيب مربع، الضلع الرابع هو الفلاش. تحت هاي الكاميرات وبيتهم الدائري نلقى متحسس البصمة، ما عرفنا من يا جيل، لكن حسب خبرتي بنوكيا راح يكون من الجيل الثاني مو الثالث، حتى تضغط السعر ومال التليفون. اداء جيد لكن مو ممتاز مثل اللي نلقاه بالهواويات، ايضا ماكو اي مقاومه للمي والغبار وباي معيار. واحدة من أهم فئات الـ 7.2 من نوكيا هو الشاشة اللي جتي LCD بدقة الفول HD بلس، لكن محمية بطبقة حماية قديمة هي الكورنينج غوريلا جلاس 3، نوتش صغير على شكل حرف U، وقياس الشاشة 6.3 إنج. بعد وين قوة الشاشة؟ تقولوا لي هاي شاشة عادية. هسا أجي أقولكم حبايب، الشاشة تدعم الـ HDR 10 بلس للمحتوى المدعوم، يعني أفلام نتفليكس والأمازون برايم وغيرها، اللي تدعم الـ HDR 10، وأيضا إلها القدرة عن الشاشة على تحويل المحتوى الـ SD إلى HDR بفضل معالج سحري اسمه ايضا هو الماجيك او سحري، استعملته نوكيا بالشاشة. هاي اكثر من فيكة، هاي حلم كل عاشق يستهلك محتوى عالي الجودة والوضوح على قد الميزانية، لان هيك فيكة ما تلقاها بتليفون بسعر هذا التليفون. النوكيا 7.2 جهاز متوسط بعتاد متوسط بس ممتاز لتليفون بسعره، يعني معالج كوالكوم سناب دراجون 660، هذا مجرب بالملفات والمعالجة وحيل بطل وقوي، يمشيك بأداء متوسط إلى عالي ومستقر للألعاب تماما ورندرت الصور وغير مسائل تحتاج معالج قوي، تقدر تستعمله براحة راحتك لكل ما تحتاجه يوميا. الرام نسختين عندنا 4 و6 جيجا بايت، والذاكرة أيضا نسختين 64 و128 جيجا. مدخل بطاقة ذاكرة خارج موجود يوصل ل 512 جيجا، لكن لبطاقات الـ EMMC يدعم التليفون ايضا الدبل سيم كارت. التليفون يطلع من الباكيت بنظام تشغيل هو الاندرويد 9.0، لكن من نوع الاندرويد 1. نوكيا توعد تحديث للاندرويد 10 خلال شهرين، وايضا تحديث للاندرويد 11 من ينزل، هذا عدا عن تحديثات امنيه للتليفون كل شهر ولمده 3 سنوات متتاليه، يعني تحديث النظام مضمون سنتين من نوكيا و3 سنوات سكيورتي باتش شهريه، وهذا افضل من هواي شركات خصوصا هواوي وسامسونج وبسرعه جوجل او اسرع، تخيلوا بسرعه جوجل ام الاندرويد. أهم فيكة ثانية ورا الشاشة هي الكاميرات، ثلاث كاميرات بالظهر، الرئيسية متحسس عملاق من سامسونج بحجم نص إنج وبقوة 48 ميجا بيكسل، تقنية خاصة من نوكيا اسمها البيكسل بايننج اند ديفيوجن ستاكينج. هاي يا حبايب تدمج 6 صور، انتبهوا لي 6 صور، حتى تعطيك صورة HDR بالنهار، بالليل والنايت مود والتصوير الليلي تدمج لك 20 صورة إذا تستعمل ترايبود بالتصوير، وتدمج لك 10 صور إذا صورت بالليل وشايل تليفون بإيدك. هاي لعبة ما حد مسويها من قبل وما تتحقق لو ما عدسات نوكيا من زايس الأسطورية وسوفت وير خاص وسحري أيضا من نوكيا. كاميرا الثانية اعتيادية ألترا وايد بزاوية 118 درجة وبقوة 8 ميجا بيكسل. الكاميرا الثالثة للزوم البصري وبقوة 5 ميجا بيكسل وتصوير العمق. هنا أنا أكو فيك هم ما صايرة قبل، أكو عدسة خاصة للكاميرا الثالثة من زايس حتى تعطينا فيك أول مرة تصير بالبوكي، وهي المودرن أو التصوير البوكي الحديث، وأيضا البوكي السوفت او السموث او الناعم، والسوير او الدوامه يعطيك تغويش حول الهدف على شكل دوامه، هذا فشي رائع وما صاير بهيج تليفون بهيج فئه سعريه. كاميرا سيلفي ايضا بقوه 20 ميجا بكسل، تستعمل تقنيه دمج الصور لكن لحد 4 صور فقط. بطارية جيدة جدا بحجم 3500 ملي امبير، تشحن بس بقدرة 10 واط، فتحة شحن تايب سي الجيل الثاني، ماكو شحن لا عكسي ولا لاسلكي.
اختم وياكم اصدقائي هذا التليفون راح يبدي بسعر $300 لنسخة الاربعة رام 64 جيجا ذاكرة و $350 لنسخة 6 رام 128 جيجا ذاكرة. راح تقولي تليفون مواصفاته متواضعة واكو احسن منه بوكوفون وشاومي، صح كلامكم حبايبي، بس للي يدور على تصوير باعلى مواصفات وفيكات وارقى عدسات وتهم الصورة وجودتها وغير شيء عادي بالنسبة له وعلى قد ميزانيته يتشلب بال 7.2 من نوكيا، لان احلى صورة تحصلها وبافضل جودة وبهي السعر. شاشة تدعم HDR ما تلقى بهيش تليفون بهي السعر ابد. اتمنى تكونون استمتعتوا بالفيديو، شاركوا الفيديو ويا اصدقائكم وسووا لنا لايكات، وفي امان الله.